اخبار اليوم. اللي حصل اللي جيت لقيت فيه انفجار في العماره اللي جنبينا وبوظت دورين من العماره اللي جنبينا وصدعت يمكن ربع العماره بتاعتنا لانها ملتصقه بها، والحمد لله نزل في اخلاء للسكان كلهم، والناس دلوقتي الحقيقه واقفه في الشارع يعني بتاع 6 شقق يعني. فربنا يجيب اللي فيه الخير وربنا يسهل. لسه ما شفناش الشقق بتاعتنا واللي اتدمر فيها، واحنا كنا قاعدين في مكان تاني وربنا يستر يعني ويجيب اللي فيه الخير. انا اسمي عمرو عبد الخالق، صاحب محل وان واي بتاع الملابس، والانفجار حصل قدامي كانت حوالي الساعه 5:45 في الحدود ديت، وفجاه بنبصت لقينا طوب جاي علينا وحديد او اجزاء من الحديد او حاجه زي كده، وعفار جامد من جنب الكوافير من العماره اللي فيها الكوافير ديت. اللي حصل في الشارع ان في عربيات نزل، عربيات كتيره طبعا، كان العربيه اللي واقفه مثلا على اليمين بقت في نص الشارع، العربيه اللي واقفه على الشمال بقت كده يعني. وحصل لا هي انفجار صغيره بس كان جامده يعني، سمعت جامد. لا وقت الحدث طبعا كان كله ملبوخ فما تقدرش تحدد. لا غاز، لا كانش في ريحه غاز، لا 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 كان العفار، ريحه عفار بس. وحوالي قبل المغرب كده بحوالي نص ساعه ثلث ساعه او لا في الطول ما اعرفش بالظبط يعني، قبل المغرب احنا بنحضر لصلاه المغرب يعني. انا في شقتي. شقتك فين؟ انا شقتي بعدها بثلاث شوارع كده بعد موقع الانفجار بثلاث شوارع. سمعنا صوت ضخم قوي، انفجار شديد قوي زي كأن سيرج وقع على الارض، بس صوت ضخم يعني، صوت صاج مش صوت خرساني يعني. بعدها بشويه احنا واقفين في الشقه، طبعا شقتي في الدور التاسع عاليه شويه، فقعدنا نبص بقى كنا شايفين المنطقه يعني. قول لحاج حسن يا دكتور، قول اللي حصل بالظبط عشان انت عشان تاخد حقك وتاخد الحق بتاعك ويجي لك. يا جماعه هو في حد يعني لا هتاخد حقك ان شاء الله؟ لا عوض عند ربنا ان شاء الله، عوض عند ربنا ان شاء الله. يلا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. امسك السماعه واسمع كده، قول اللي حصل بالظبط يا دكتور وقول اللي بسم الله الرحمن الرحيم عشان ده حقك. هقول الاول من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. انا الدكتور حسن مختار، استشاري طب وجراحه الفم والاسنان. العياده بتاعتي كانت في العماره المنكوبه في الدور الارضي، وبيتي قدام العماره اللي فيها العياده. فبعد ما صليت العصر ومريح فوجئت بصوت انفجار رهيب جدا، وقمت على صوت حفيدي يوسف وهو بيصرخ، وامه شالته والمدام، وفي رعب. بس انا تهيألت يعني تهيألي من اول وهله ان هو زلزال، لكن كان صوت انفجار رهيب يعني. بس فالازاز تطاير طبعا والشبابيك والحاجات دي كلها. فجيت ببص لقيت منظر العماره بقى اللي قدامي اللي فيها العياده منكوبه، خلاص هتقع. نزلت عشان اشوف في ايه، فوجئت ان في معايا في العياده الدكتور عادل احمد جميل ربنا يشفيه يا ربي، مصاب ونقلوه مستشفى دار الفؤاد. قول اللي حصل بقى على وفي ناس بيقولوا مستشفى الهرم، وفي ناس بيقولوا مستشفى 6 اكتوبر. المهم وفوجئت بالسكرتيره بتاعته اللي بتحجز له، وشها جسمها كله متشوه بصراحه، ولفوها في بطانيه، ودي توفاها الله مدام نجوى. وطبعا دي سكرتيره بتشتغل بعد الدور عشان تساعد جوزها وتساعد اولادها. ده غير ان في اطفال طبعا في العياده، لان الدكتور بتاع الاطفال بيشتغل من 12 لـ4. لحظ يعني مش هنقول الحظ، هنقول القدر برضك، هنقول القدر بس ربنا يشفيه يا رب. المهم ان العياده اتدمرت تماما، وانا مش عارف. وسياده اللواء كمال الدالي الله يكون في عونه، المحافظ اللي لسه متعين امبارح، ادى اوامر ان كل واحد هياخد شقه عشان البيت هيزال. طب انا هاخد شقه اعمل بيها ايه؟ هروح اقعد فيها شويه انا ومراتي واولادي؟ العياده غير الشقه يا جماعه، الشقه بتاعت السكن يعوضوها باشا بشقه ويجهزوها له، لان هو راجل يعني ما عندوش باب رزق تاني. فالحمد لله رب العالمين. انا بس المشكله طبعا ان انا طلعت على المعاش، وهي دي العياده بقى دخلي بعد ما ودعت الحكومه يعني، الحمد لله رب العالمين. وبالمناسبه المعاش بتاع النقابه يعني اقول لكم عنه ولا 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 تتخضوا؟ 600 جنيه بس يا دكتور. انا بطلب يا باشا، هقول لهم ان انت عايز شقه وعايز يا باشا، هطلب ان مصر تكون بخير
واذا كان ده عمل تخريبي او عمل ربنا يسامح نقول يسامح ولا نقول ربنا يفكر في خراب مصر ربنا ياخده. وحقك انت يا دكتور مش عارفين حقك انت بقى. حق عند ربنا وهيعوضني. لازم ياخد شقه وتتجهز له كمان. ده الطبيعي يا باشا، ده الطبيعي ياخد شقه وتتجهز له وتتجهز ربنا يرحم اللي توفوا اهم حاجه، وربنا هيعوضنا خير. نعم عند